يقول السائل: هل ملامسة المرأة الأجنبية تنقض الوضوء؟ لا، ملامسة المرأة الأجنبية محرمة لا شك، وعلى المرء أن يتوب إلى الله تعالى منها، وأن يحرص على أن يتزوج، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أقرب للبصر وأحسن للفرج. ولكنه لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج منه شيء، إن خرج منه مذي وجب عليه غسل ذكره وخصيته والوضوء، وإن خرج منه مني وجب عليه الغسل.